أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: ما معنى البراءة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ الوعيد، هذا معناه الوعيد، هذا معناه الوعيد. فهذا من أحال، ليس معناه أنه يكفر إقامته بينهم، لكن معناه أنه ارتكب محرما عليه وعيد شديد، مثل من فعل كذا فليس منا، هذا معناه الوعيد، ما هو معناه أنه يكفر. نعم.